الاستاذ محمد عثمان محامي رابطه التراس اهلاوي. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذه دين. الف مبروك اولا. الله يبارك فيك يا فندم، ومبروك لل 25 اسره، لان طبعا الشباب جانب كبير منهم، اكثر من 20 منهم طلبه وتحت سن ال 20، فالحمد لله. الحمد لله. اولا ازاي بدات وكيف كانت المفاوضات اللي انتهت النهايه بالتصالح؟ يعني المساله مش مفاوضات بالمعنى، هي بدا كان في تصور عند فريق الدفاع ان هناك تلفيات في مطار القاهره، وان مطار القاهرة كمنطقة أو كمكان المساس بيه بالطبع أيضا غير مقبول، وأن المطار هو بوابة مصر، فكانت فكرة أن يتم سداد قيمة هذه التلفيات مع عدم اعتبارها اعتراف بهذه الجريمة، ولكن توقيا للحبس الاحتياطي. طبعا حضرتك كلامي الشباب اتحبسوا حتى الآن فترة 30 يوم في إطار سعي الأهالي لهذا السداد، بدعوة كريمة من عبد العزيز بيه فاضل وزير الطيران، التقى بيهم وأمر بقبول هذه القيمة، وكانت مفاجأة طيبة أو سارة إن احنا أمس الأول نفاجأ بوزير الطيران بيوجه دعوة على الهواء للأهالي وليا إننا نتواصل معاه، وان هو سيسعى في محاوله لانهاء هذا الامر. وبالفعل الاهالي توجهوا بالامس، اهالي ال 25 شاب لوزير الطيران قبل صلاه الجمعه، ولحقت بهم بعد الصلاه ووضعت صيغه قانونيه، وتواصل مع وزير الداخليه حل وجودنا لديه، ووزير الداخليه كلف قطاع الامن المركزي اللي منه الضباط والجنود المصابين بارسال كتاب لمعالي النائب العام بيفيد استعدادهم للتنازل عن هذه الدعوه. وبالفعل الحمد لله ده كان لي اثر طيب اليوم امام النيابه، والنيابه امرت باخلاء سبيلهم على ذمه القضيه. طيب يعني ازاي نقدر نترجم هذه العمليه، عمليه التصالح قانونيا؟ هل سقطت الاتهامات عن الشباب ال 25؟ يعني فيما يتعلق اولا في بعض الاجراءات تتم بعد كده، لان لابد من سؤال الضباط والجنود في النيابه واقرارهم بهذا التصالح وبهذا التنازل. فيما يتعلق بالاتلاف، اعتقد ان جريمه الاتلاف يتم اسقاطها من لائحه الاتهامات. ان انتهت وانتفت هذه الاتهامات بعد التصالح او التنازل الرسمي من قبل الضباط والجنود، اعتقد انه وارد يكون هذه القضيه مآلها الى الحفظ. الى الحفظ تماما. طيب الافراج تم بضمان محل اقامتهم ام دون ضمان؟ يعني هي ذات المعنى، يعني العكس لها ان يكون هناك كفاله او ضمان مالي. لا يوجد ضمان مالي في اخلاء السبيل، وبالتالي سبيلهم بلا ضمان، يعني بلا مبالغ ماليه او بضمان محل اقامتهم، هي ايضا بتؤدي ذات الغرض. واستكملنا ذات الجهود النهارده، والشباب كلهم وصلوا بيوتهم من ساعتين. طيب الحمد لله، والحمد لله على سلامتهم. هشاركم بكره في تشجيع الاهلي في مباراته مع اورلاندو ان شاء الله. الشباب هيبقوا متواجدين، الرابطه كلها هتبقى موجوده، وان شاء الله بنامل كلنا ان يعود التراس اهلاوي يرسم التابلوهات الجميله اللي تسعدنا كلنا دون خروج عن النص. وان شاء الله اعتقد ان الشباب هيبقوا على مستوى المسؤوليه بكره، لان ده ماتش يعني متعلق بسمعه مصر الدوليه، وان شاء الله بكره تبقى حاجه جيده وجميله ومحترمه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عثمان محامي رابطه التراس اهلاوي.